الاعداد ماشي بالانجليزي طبيعي مع الاونلاين يا فندم. طيب تفضل يا اوكي فندم. كده كده الشير واضح خلاص. واضح يا فندم. احنا نقفل بقى. يعني احنا هنتكلم النهارده عن الهيب اوفست وينك. ديت محاضره ما بنتكلمش عليها كتير ومش كلاسيك انها بتتحط دايما في الهيب كورسز، انما مهم جدا ان احنا نتناولها بابعاد كتيره شويه. احنا لو في فكره ان احنا نعلق، لو حد يبعت رسائل، انا ما اعرفش مثلا هنبتدي بالاكس راي دي. مين شايف المشاكل اللي موجوده في الاكس راي دي؟ على فكره ده عيان عامل العمليه دي من 3 سنين وماشي، وكل مشكلته شويه بين وليمبنج. حتى لما بتتكلم معاه في الريفيجن ما هوش مش عايز يعمل الريفيجن. فلو نقدر نبعت دلوقتي كومنتات بسرعه كده، احنا شايفين ايه المشاكل اللي في الاشعه دي اللي اتعملت في التوتال هيب. دكتور اشهب، في امكانيه ان احنا نستقبل اجابات على الاشعه؟ احنا حضرتك لو حد عايز يقول يا فندم الشات او الكويستشنز اند انسرز في مفتوحه، الشاتنج، في الشاتنج الشاتنج بس. موجود لو حد من الزملاء يحب يعمل شاتنج معانا دلوقتي. اوكي احنا وانا هقوله لسعادتك يا فندم. مجرد بس ان احنا بس يقول لنا، كل واحد يقول لنا هو شايف ايه في الاشعه دي، ايه مشكلتها للعيان. العيان ده اول عامل شيء اول كومنت سعادتك من اخونا الاستاذ دكتور احمد شوكت رزق ان هو هاي هيب سنتر هاي هيب سنتر. وابدكتد كاب. تمام، ان هو تقريبا فيرتيكال كاب. في اي كومنتات تاني؟ تاني كومنت حضرتك برضو من الدكتور احمد شوكت ان في لوزنينج. لوزنينج، ممكن نشك في لوزنينج او نشك في انفكشن. اوكي. ثالث كومنت سعادتك من الدكتور محمد موسى ان في اوستيولايسز وهاي كاب. جميل جميل، هايل هايل، كل الكومنتس دي كويسه جدا. بس كلها احنا كومنت عملنا كويسه. تمام. رابع هنبروسيد كومنت على سعادتك من الدكتور محمد طاحون ان الكاب از ميديالايزد. ميديالايزد، ان هو داخل شويه على الجزء بتاع التير دروب. الاشعه الثانيه، ودي انا هكمل فيها بقى بسرعه، نشوف الديفرنس اتنين. يا ترى ايه الحالات اللي دايما بنضطر فيها الفيمورال اوستيوتومي ونضطر فيها ان احنا نعمل ميدياليزيشن للكاب اوبليجاتوري؟ معظم الحالات دي غالبا اللي هي الهيب ديسبليزيا. الهيب ديسبليزيا، ودايما بنطلع شويه زعلانين من الاشعه اللي على اليمين ديت، ان احنا نلاقي الجريتر تروكانتر امبنجنج على الاليوم. ده نتيجه ان احنا دايما في الهيب ديسبليزيا بنبقى في الاخر مضطرين ان احنا نواجه مشكله اللو اوف، ان انت مضطر انك تعمل ميدياليزيشن للكاب علشان انت عايز ترجع للهيب سنتر تاني، وان انت عندك شالو استابلا، وفي نفس الوقت الدنيا تايت، فانت ما بتقدرش تعمل ميدياليزيشن لكل الفيمر، فما بتاخدش الميديال اوفست المظبوط. يبقى انما مثلا على الناحيه التانيه قدر يعمل ميديال اوفست كويس ولاتراليزيشن للفيمر كويس. وبالتالي احنا في اي توتال هيب ريبليسمنت، زي ما الكومنتات كده، ان احنا لازم نستور السنتر اوف ذا هيب. وعلشان نستور السنتر اوف ذا هيب، احنا عندنا 3 انواع من الاوفست: الفيرتيكال اوفست والميديال اوفست والانتيرير اوفست. الفيرتيكال اوفست هو اللي بيعبر عن اللينس، انا طولت العيان ده قد ايه، اللي هي كل ما زود هيد شورت لونج ميديم، يبقى ده انا بطول العيان من السنتر اوف ذا هيب مثلا للليسر تروكانتر، وده بنسميه الفيرتيكال اوفست. الميديال اوفست انا بقدر اعمل قد ايه لاتراليزيشن للفيمر من السنتر اوف ذا استابلم، وهو ده الميديال اوفست، وده اللي جرى عليه العرف انه يسمى اوفست، انما هو ده الميديال اوفست. الانتيرير اوفست اللي هو قد ايه انت مخلي النك بتاعتك زي النورمال اناتومي، انتي فيرتد ولا ريترو فيرتد ولا نيوترال فيرجن، وده بنسميه الانتيرير اوفست او الفيرجن اوف ذا فيمورال نك. لما نيجي نتكلم عن الميديال اوفست، احنا هنلاقي عندنا ان الميديال اوفست ده مكون من جزئين. جزء اول ما بنيجي نرسم بنشوف التير دروب بتاعت العيان دي موجوده فين، وبعد كده نحدد الهيد اوف ذا فيمر، ونحدد السنتر بتاع الهيب، وناخد الاكسس اوف ذا اناتوميكال اكسس اوف ذا فيمر، ونشوف قد ايه البربنديكولار لاين من الاكسس اوف ذا فيمر للسنتر اوف ذا هيب. ده اسمه الفيمرال اوفست. يبقى الفيمرال اوفست ده جزء من الميديال اوفست.
اللي هو البربنديكولار. قلت لك الابداكتور ماسلز، لا الابداكتور ماسلز ديت اللي هي الليفر ارم بتاع الابداكتور، وهنفرق ما بين الاسيتابلر اوفست بقى ده اللي انا برسمه من الناحيه الثانيه، يعني باخد خط بشوف التير دروب على الناحيه دي والتير دروب على الناحيه الثانيه، وارسم حاجه اسمها الانتر تير دروب لاين، يعني بيوصل ما بين الاثنين تير دروب. وبعد كده اعمل بربنديكولار لاين على الميديال بارت اوف ذا تير دروب، ده بيمثل لي الميديال بارت اوف ذا استابلر، واخد اللاين البربنديكولار من اللاين البربنديكولار ده على السنتر اوف ذا روتيشن، ده يمثل لي الاسيتابلر بارت اوف ذا ميديال اوفست. يبقى الميديال اوفست هو مش جزء واحد، هو جزئين، فيمورال اوفست اند استابلر اوفست، والاثنين على بعض اسمهم الجلوبال ميديال اوفست او الجلوبال هيب اوفست. ليه احنا بنقسم الحكايه دي؟ لان انت لما تعمل اناليسز للعيان بري اوبراتيف هتلاقي عيانين مشكلتهم في الاسيتابلر بارت اوف ذا ميديال اوفست، وعيانين هتلاقي مشكلتهم الفيمورال بارت اوف ذا ميديال اوفست. ببساطه لما تشوف العيان بتاع البروتروزيو اسيتابلم تلاقي ان الهيد بقى ديسبليس ميديالي، ده معناها ان انت ما بقاش عندك اسيتابلر اوفست موجود، لان السنتر بتاع الهيد راح ناحيه التير دروب، وبالتالي انت ما بقاش عندك اسيتابلر اوفست، انت محتاج تريجين الاستابلر اوفست. في حين الفيمورال اوفست اللي هو ما بين المظله وما بين السنتر اوف ذا فيمر ده موجود ما اتغيرش، لانهم بيتحركوا جزء واحد ناحيه الاستابلم وناحيه الفس. يبقى انت هنا شغلك كله على الاستابلم ازاي تملى الديفكت الميديال دي وتلاترالايز الاسيتابلر كومبوننت، مالكش دعوه بالفيمورال كومبوننت. في حين العيانين بتوع الديسبليزيا ده بالعكس، ده انت الاسيتابلر بارت زاد لان السنتر بتاع الهيب بتاعك بقى كله لاترال والهيد كلها سب لاكسد لاترال، وبالتالي الاسيتابلر اوفس بتاعك بقى جدا لان تقريبا هو انفالجس وشورت نيك، فلما تاخد السنتر بتاع الهيد مع الاكسس اوف ذا فيمر هتلاقيه لاين واحد، معناها ان الاوفس ده تقريبا زيرو الفيمورال اوفس. يبقى انت مل هنا شغلك كتير على الفيمر اكتر من الاستابل، والاستابل انت عايز تقلل الاستابل الاوفست فانت محتاج تو ميديالايز، يبقى انت في البروتروجي انت محتاج تو لاترالايز عشان تو ريجين، انما في الديسبليزيا انت محتاج تو ميديالايز علشان تو كرييت السنتر اوف ذا هيب تاني. الفيرتيكال اوفست، الفيرتيكال اوفست اللي هو بيحدد لك العيان ده هيطلع شورتنينج ولا هيريجين اللينس تاني ولا هتعمله لينثنينج، وده بنحسبه ان يبقى من فيكسد بوينت من الليسر تروكانتر، سواء هتحسبها من الموست بروميننت بارت اوف ذا ليسر او من الابر بارت اوف ذا ليسر، المهم ان يكون البوينت دي ثابته على الناحيه دي والناحيه دي، لان انت هتعمل لاين يصل ما بينهم الاثنين وتاخد البربنديكولار لاين من السنتر اوف ذا هيب لللاين ده، يبقى هيقول لك العيان ده الفرق في اللينس ما بين الناحيتين عامل ازاي، وده اللي بيرستور الليج لينس. نعمل كده بروفة على عيان نورمال خالص، ازاي بنحسب كل الكلام ده؟ ده عيان خالص ده نورمال تماما، فاحنا كل حكاية ان احنا اهم حاجة نرسم التير دروب على ناحيتين، بعد كده ناخد لاين يوصل ما بين الانتر تير دروب على الاثنين الموجودين، واعمل البربنديكولار بارت على الميديال سايد اوف ذا تير دروب على الناحيتين، وبعد كده اعمل الاكسس اوف ذا فيمر على الناحيتين، وابتدي احسب الفيمرال اوفست زي ما احنا اتفقنا من السنتر اوف ذا هيب ل كخط بيربنديكولار على الاكسس اوف ذا فيمر، ده الفيمرال اوفست بارت اوف ذا ميديال اوفست، والتاني هنا ده الفيمرال اوفست على الناحيه الثانيه، والاسيتابلر اوفست زي ما اتفقنا اللي هو جزء من السنتر اوف ذا هيب للبيربنديكولار لاين اللي على التير دروب وعلى الناحيتين. وبعد كده عايز اشوف اللينس بتاع العيان ده هل في اي شورتنج على ناحيه اكتر، يبقى بوصل الاثنين ات ذا سيم بوينت على الليسر تروكانتر، واشوف الفرق ما بين السنتر بتاع الروتيشن هنا والسنتر بتاع الروتيشن هنا، يبقى هو ده اللينس بتاع العيان. لان انا لو عندي بقى عيان ارثريتيك وهو ناحيه مثلا شورتنج عند 1 سنتي، يبقى لازم اعمل حسابي في التمبليتنج والبري اوبرتيف بلاننج ان انا هدي للعيان ده لينثنينج سنتي. طيب الاوفست في التوتال هيب احنا شفنا ازاي بنحسب الاوفست في النورمال بون، هو نفس الحكايه بس بتاخد الاكسس بتاع البروسيسز، وعلشان بعض البروسيسز بيبقى الشكل البروكسيمال بارت غير الديستال بارت، فجرى الاتفاق ان هو اللونج اكسس اوف ذا ديستال بارت اوف ذا ستيم، وتاخد البربنديكولار لاين لحد السنتر اوف ذا هيب، يبقى ده الفيمورال ميديال اوفست بتاع التوتال هيب ريبليسمنت. نجرب على عيان بوست اوبريتيف هيب عادي جدا،
هنعمل نفس الحكايه تير دروب هناخد. وانا قصدت ان انا اجيب المفروض طبعا ان انت لما تيجي تصور البلفس ده لازم تصوره معدول، انما معظم الاشعاعات اللي بتجي لنا دايما يبقى فيها المشكله دي، انما ايفن وانت مع الاوبليجيتي بتاعت البلفس ده طالما ان انت بتشتغل على لاينز محدده طبعا، انما البريفيرد والبيزك بيقول ان احنا لازم نصور العيانين مظبوطين وبربنديكولار وفي درجه الانترنال روتيشن المطلوبه ال 15 درجه. وبعد كده بشوف السنتر اوف ذا هيب على الناحيتين، باخد اللاين بتاع الليسر تروكانتر والاكسس اوف ذا فيمر، اشوف الميديال اوفست الناحيه دي، الفيمرال اوفست واشوف الناحيه دي. هنلاحظ ان الميديال اوفست بتاع العيان الاوبريتد بقى افضل، يعني الفيمر بقت مور لاترالايزد اكتر، معناها ان دي هتحسن لك التنشن بتاع الابدكتور. هل هو مطلوب انت مطلوب انت تروجين نفس الاوفست او تزيد، انما ما تقلش، يعني سواء انت ذا سيم اوفست او انهانسد اوفست ذا سيم. وهنا هو زاد علشان الكومبوننت اللي هنا احنا مركبين اللي هو السيمنتلس دوال موبيليتي، كل ما تكون بتستخدم لارج هيد كل ده ما بيحسن لك الاوفست ويزود لك اللاتراليزيشن اوف ذا فيمر. ولما نشوف اللينس هنلاقي ان العين ليتل بيت اوفر لينثنج سنه على الناحيه الثانيه لما تشوف اللينس ما بين السنتر اوف ذا هيب واللاين الجزء ده. وازاي ده بتحكم على الاشعه، هل انت رجين الميديال اوفست، هل انت رجين الفيرتيكال اوفست، ولا حصل اوفر لينسنج للعيان. طيب نيجي بقى على العيان بتاعنا اللي احنا عرضناه اول مره ونطبق عليه الاكسرسايز ادي التير دروب، ادي السنتر بتاع الناحيتين الفيمورال هيد هنا والفيمورال هيد هنا، نلاقي السنتر زي ما الدكتور احمد شاو قال ان احنا هاي هيب سنتر هو عامل الاستاب فوق التير دروب حوالي سنتي which is not accident. انت ممكن في حالات الديسبلاستيك انك تعلي اقل من 10 ملي 1 سنتي ماكسيمم، انما كده ان اكسبتد والريت اوف لوزنج هيبقى عالي. تاني حاجه ان طبعا لما احنا نشوف السنتر ده ما بين التير دروب وما بين اللاين ده لان العين ده كمان معاه شورتنينج، يعني ده لو احنا فرضنا ان ده الليثر تروكانتر لا في شورتنينج طبعا، الفرق ما بين التير دروب هنا وهنا العين ده عنده شورتنينج. تاني حاجه نشوف الاوفست على الناحيتين سوري، هنلاقيه ان هو ديمينج الاوفست، عشان كده العيان ده عنده كمان ديمينج الاوفست ميديالايزد الفيمر على الناحيه بتاعه الاستابلم، معناه ان هو ده عرضه للامبنجمنت، وكمان من كتر نيو بون فورميشنز حوالين الكب هنا ده بتعمل امبنجمنت على الهيد وعلى الكب، وممكن هاي ريت اوف ديسلوكيشن في الجزء ده ويعمل ستريسز اوفر ستريسز على الهيد. طيب زي ما قلت ان احنا في فرق ما بين الميديال اوفست وما بين الابدكتور ليفر ارم. الميديال اوفست هو البربنديكولار لاين من السنتر اوف ذا هيب للاكسس اوف ذا فيمر، انما الليفر ارم بتاع الابدكتور هو البربنديكولار على الاكسس اوف ذا ابدكتور، يعني لما ترسم الابدكتور بارلل لللاترال بارت اوف ذا جريتر تروكانتر مع الاورجن بتاعها على الاليوم، لو احنا قلنا ان اللاين ده كونتينيويشن لنفس الفايبرز بتاعه الابدكتور زي هنا على الرسمه دي، يبقى اللاين البربنديكولار على السنتر ده هو الليفر ارم، انما الثاني مع اللونج اكسس اوف ذا فيمر او اللونج اكسس اوف ذا بروسيسس في حالات توتال هيب. لازم ناخد بالنا زي ما قلنا ان الروتيشن بيأثر على الاوفست، يعني لو انت صورت العيان زي ما انت شايف هنا كده اكسترنال روتيشن معناها ان الهيد لفت قدام، بالتالي النك بقت بانت انها شورتنينج وهيدي لك فولس امبريشن ان العيان ده عنده لو اوفست وهو مش مظبوط، ويدي لك عملته الافكت. هل في افكت للانتي فيرجن على الاوفست؟ طبعا، واكبر اكزامبل بنقول عليه اللي هو عيانين الديسبليزيا، يعني الديسبليزيا ده بيبقى عنده الفيمر انفالجس ومعاها انتي فيرجن، وبالتالي دايما الاوفست يبقى قليل وبيقلل كمان الفانكشن اوفست لانه الليفر بتاع الجوليتياس ماكسيم اللي هو من الانسرشن مع الاورجن بتاع الجوليتياس مع البربنديكولار لاين ده على السنتر اوف ذا هيب. ودي انا مش عارف الصوت واضح لان بيديني ان في مشكله. صوت واضح يا دكتور اشهب؟ واضح يا فندم بس صوتي شوي. طيب خلاص ماشي بيه. الفيرتيكال اوفست كده احسن سعد، كده احسن سعد. دي اهم نقطه في الموضوع، العلاقه ما بين الفيرتيكال اوفست والميديال اوفست. احنا في العادي لما بنشتغل التوتال هيب الاول بنجرب مثلا شورت نيك،
وبعد كده نلاقيها ان فيها تلسكوبينج او انستيبل، وبالتالي احنا بنبتدي نزود للميديا واللونج. بتزود انت في الميديوم واللونج، انت بتمشي في الدايركشن السهم التخين الازرق اللي طالع ده. طيب انا هنا مثلا عند النقطه دي لو انا ركبت شورت هبقى هنا، ركبت ميديوم هبقى هنا، ركبت لونج هبقى هنا. طيب النقطه دي بتزود لي ايه؟ بتزود لي الاثنين، بتزود لي اللينث بتاع الميديال اوفست اللي هو هنا، وبتزود لي الفيرتيكال اوفست. يبقى في كل مره انا بحاول ازود الاستابيليتي بزود الميديال اوفست وبزود اللينث. ودي المشكله، ان احنا لو احنا بنستخدم ستاندرد ستيم ما فيهوش الانهانسد اوفست، يبقى انت علشان تزود الميديال اوفست انت غصب عنك هتزود اللينس بتاع العيان، في الحين ان انا نفسي ان انا حاجه تزود لي الميديال اوفست. فلما زود الميديال اوفست يبقى انا كده زودت الليفر ارم بتاع الابدكتور، يبقى ادتني مور ستابيليتي من غير ما اطلع العيان في طول سنتي او سنتي ونص اكتر. وهنا يجي اهميه ان انت ترستور الميديال اوفست وزاوت انكريزنج ذا لينث اوف ذا بيشنت، اللي بالنسبه لك ده هيبقى مشكله كبيره في البيشنت ساتسفاكشن. طيب هو الميديال اوفست نورمال الارقام بتاعته تبقى كام؟ علشان لما حد يكلمك من الشركات ويقول لك انا عندي ستاندرد اوفست ويبقى عندي انهانسد اوفست، دايما هيقولوا لك مثلا 37 وعندي 42، هم بيزيد دايما بالخمسه. البري اوبريتيف تمبليتنج بيقول لك ان الانهانسد او الهاي اوفست ده محتاجينه في تقريبا في مزيكا شغاله وبتاع. لا لا الصوت كويس يا فندم. طيب ان البري اوبريتيف تمبليتنج محتاجين الهاي اوفست ده تتخيله في 60% من الحالات. يعني شوف احنا بنستخدم بقى هاي اوفست ستيم، هاي اوفست ستيم ولا ايه من هاي اوفست ستيم في كام حاله؟ لا تمثل 10% من الحالات. لا ده احنا محتاجينه تقريبا في 60% من الحالات. الهاي اوفست كومبوننت انكريز الاستابيليتي انترا اوبريتيف حتى لو هي مش ديمونستريتد على التمبليتنج. بمعنى كده ان انت دايما يبقى انت لو انت مخير ما بين ستاندرد اوفست وانهانسد اوفست، البيست ان انت تستخدم انهانسد اوفست. واحيانا حتى 30% من الستاندرد امبلانت لهم ليس لاترالايزيشن ايفن مع اللونج نيك. يعني حتى لو تستخدم اللونج نيك وتضطر لي اللي هو هيعمل لك مشكله ويزود اللينس، ده ممكن يبقى في يقلل لك حتى الاوفست 30% منه. طيب هل في اختلاف ما بين الميل والفيميل؟ يعني مين اللي زي ما احنا كده بنشتغل في التوتال مين، يقول لك هو ميل ولا فيميل عشان اجيب لك السايز بتاع الجي. فدايما هو عارف ان هو لو ميل يبقى احنا عايزين سايز اكبر، انما لو فيميل غالبا مش هنستخدم الاكستريم سايز. فانت لازم تاخد بالك في الحكايه دي ان الميلز دايما هم اللي عندهم الجريتر اوفست اكتر من الفيميل، والافريج بتاعهم 55. انما في حين ان الفيميلز لا، الاوفست بتاعهم اقل والافريج حوالي 48. سايد سايد احيانا لقوا كمان ان في خلاف في الاوفست ما بين الناحيه اليمين للناحيه الشمال على حسب السايز بتاع الهيد بتاع العيان، ولقوا ان في significant difference احيانا، وده طبعا بيعمل لك مشكله ان انت تعمل تمبليتنج على ناحيه النورمال. طيب ايه الميكانيكال افكت ان احنا وي دونت ريستور الفيمورال زي ما شفنا الحاله بتاعه الدي دي اتش اللي احنا واللي احنا عرضنا هنا، ان الميديال اوفست يبقى قليل، ده معناها ان الفيمر ميديالايز انها ان تاتش مع الاليوم. طبعا ده اول ما انت بتقلل الميديال اوفست زي ما احنا شايفين في الصوره دي هيبقى في سوفت تيشو لاكستي على الابدكتورز، ده معناها ان الجريتر تروكانتر هنا ممكن يعمل امبنجمنت في الاكستريم موفمنت ويزود درجه الانستابيليتي والديسلوكيشن. تاني حاجه ان انت لما بتقلل الليفر ارم بتاع الابدكتور ده، هي الابدكتور دي لازم تكاونتر بالانس الفورس اللي جايه على الهيب من الويت، وبالتالي لما الليفر ارم قل لازم يزود الفورس الابدكتور، لازم تزود الفورس بتاعتها فتزود الاسترسز اللي على الابدكتور، خلي العيان يمشي انترندل امبيرج والتوتال فورس اللي على الهيب تزيد وجريتر بوليسيلين وير ولوزنج. يبقى دي اهميه الريستوريشن اوف ذا ميديال اوفست، لان انت لما ودي يمكن كانت فكره، طبعا كلنا عارفين فكره شارلي كان عايز يقلل الاسترسز باللو فريكشن كونسبت بتاعه، انك تعمل ميدياليزيشن للكب علشان تقلل الليفر ارم بتاع الويت اللي نازل على الهيب،
وعلشان بعد كده تزود الليفر ارم بتاع الابدكتور، لان تاخد الابدكتور يعمل لها تروكانتريك اوستيوتومي ولاترالايز عشان يزود الليفر ارم. بس طبعا اتضح بعد كده لا، ان انت ذا بيست ان انت تحط في السنتر اوف روتيشن، ما تعملش ميديالايز ولا لاترالايز السنتر اوف روتيشن بتاع النيتيف استابلم از ذا بيست. طيب الريستوريشن اوف ذا فيمورال اوفست يعمل لك العكس بقى، يزود لك زي ما احنا شايفين في الصوره كده ان احنا الفيمر كلها بقت لاترالايز، السوفت تيشو في تنشن كويس، مش هيحصل امبنجمنت زي احنا شايفين، الجريتر تروكانتر بعيد عن الاليوم تماما، بيتر ستابيليتي وداوت لينسنج، وبالتالي ده هيحسن الجيت بتاعنا وهيقلل الفورس اللي موجوده على الهيب عامه. ده تاني العلاقه ما بين الاوفست ريستوريشن واللمب لينس ديسكريبنسي. لما يجي لنا عيان اول صوره ديت، لما يجي لنا عيان هو دايما انفارس، يعني النيك شافت انجل بتاعته مثلا 125، وتبتدي انت تركب له الستاندرد بروسيسز المتوفر عندك مثلا 135، الفالجاس معناها ان الاوفست بتاعه قليل، لان هو باللوجيك كده كل ما هزود الانجل ديت بدل ما تكون مثلا 125 هتبقى مور هوريزونتال، 135 هتبقى مور فيرتيكال، لو انا بتكلم عن 150 هتبقى معناها مور فيرتيكال، لو اتكلم 180 معناها ان الاوفست بتاعه زيرو، وبالتالي 135 ده الاوفست بتاعه قليل. لما اجي هفحص بالستاندرد هيد هلاقيه لاكس، لان هو العيان ده طول عمره متعود على الاوفست بتاعه كبير، لما انت قللت له الاوفست بقت الابدكتور لاكس، ودي تعمل لنا برضو مشكله الانستابيليتي والامبنجمنت، هتضطر ان انت تركب له هيد اكبر علشان تزود الاستابيليتي وتزود التنشن. هنشوف هنا الخط اللي ماشي من تحت من هنا ده ادي الليسر تروكانتر، هنا الليسر تروكانتر، يعني هنا اللينس ريستورد بس الابدكتور لاكس، انت اضطريت تزود بالنك لينس، بدل ما كان العيان ده هيركب ميديوم ركبت اكس لونج، بقى العيان في لينثنينج. كانت المشكله كلها هتتحل ان انت لو ادركت ان العيان ده النيك شافت انجل بتاعته اساسا طول عمره على الناحيتين هي 125 درجه، يبقى ده محتاج فارس ستيم، وده متوفر في بعض الشركات. نيجي بقى لمشكله التسبلاستيك هيب، زي ما احنا شايفين التسبلاستيك هيب عندنا ايه المشكله؟ عندنا سمول هيب وعندنا شورت نيك وعندنا فالجس شافت انجل وعندنا اكسسيف انتي فيرجن والجريتر تروكانتر كله رايح بوستيريورلي، كل ده عمال يقلل لك الابدكتور ليفر ارم، وشايف المسافه اللي ما بين السنتر اوف ذا فيم اوف ذا هيب وبين السنتر بتاعه الهيد اوف ذا فيمر وبين اللونج اكسس قليله جدا، ده العيان ده الفيمورال اوفست بتاعه قليل جدا، في حين شايفين بقى الاستابلر ميديال اوفست وسع قد ايه، بقى كبير جدا في الديسبليزي، عكس العيان اللي زي ما احنا اتفقنا البروتروزيو اللي الاوفست بقى بتاعه اختلف، الاستابلم قل والفيمر زي ما هو. ومعانا شال استابلم ولاترالايز سنتر اوف ذا انكل. فبالتالي في العيانين دول اللي هم العيانين اللي هم بتوع الديسبليزيا دول، احنا عندنا مشكله ان السنتر في روتيشن رايح سوبيريور ورايح lateral direction وده عنده shortening، ولازم نرجعه medial وinferior للاناتوميكال بوزيشن بتاعه علشان اقلل الفورسز اللي حوالين الهيب وريستور اللينس من خلال restoration of the center hip في النورمال اناتوميكال بتاعه. لما نبص على الحاله اللي اتعملت دي، وده دايما كومن سيناريو موجود، احنا لازم تعمل cup medialization للبيشنت ده، اللي هو احنا التكنيك ان انت تيجي على السنتر اوف ذا هيب وتنزل فيرتيكال بالريمر الاول تروح ميديالايز، لان انت عندك شالو استابلم والاستابلم بتاعك ميديولاترال زي ما هو انما سوبيريور تو انفيريور بقى واسع جدا، ما ينفعش تخش بريمر على الاستابلم ده بريمر كبير، والا هيعمل لك واندرنج استابلم ويبقى واسع ومش هتقدر توصل، ويبقى دايما هتبقى عندك مشكله بعد كده في البرشيز بتاعت الكاب، يبقى لازم اروح ميديالايزد الاول واحافظ على الانتيرور بوستيريور، احافظ على الانتيرور كولم والبوستيرور كولم واروح ميديالايزد الاول علشان اوصل للتير دروب بتاعتي، وبعد كده ابتدي اعمل ريمين خفيف. علشان كده لو انت ركبت كاب كبيره في السي دي اتش اتس نوت ا جود جوب، انما طول لازم في السي دي اتش يكون انت مركب مثلا 44 46 احيانا 44.
احيانا ما تقدرش توصل ان انت للفول اتشيفمنت للريستوريشن اوف سنتر، بس على الاقل يبقى ريلاتيف هايب سنتر زي ده كده، ان انت 5 مللي 7 مللي اباف الهايب سنتر ساعات بتبقى مضطر ليه علشان الجود بونس ستوك، ان انت انفيريورلي البونس ستوك بتاعك قليل. هنا احنا وصلنا ان الليج لينس بقى ايكوالايزد، بس ستيل عندنا الاوفست قليل. علشان كده بقى في اتجاه دلوقتي في CDH، وهتلاقي بيبرز لو انت عملنا سيرش على موضوع CDH، ان بقى محبذ ان انت تستخدم ستيم بانهانسد اوفست او موديولر ستيمز، هي بتحسن لك الاوفست لوحدها، لان عاده هتلاقي المنظر ده في حالات CDH، ان انت قدرت تريستور اللينس تمونتيلايز الكاب، انما الاوفست ما قدرتش قوي انك انت ترجعه، unless ان انت ركبت بقى لونج نيك، وده بيبقى صعب لان انت العيان ده بيبقى تايتل، علشان تنزله عاده بتركب شورت او ميديوم هيد، ودي اللي بيسموها في السي دي اتش الاوفست دايلما. ازاي ارجع الاوفست في كل القصص، ان انا بحاول السنتر اوف ذا هيب ارجعه على الميديالايز، ان انا اعمل ميديالايزيشن على الجزء بتاع الاستابلم واعمل لاترالايزيشن للجزء بتاع الفيمر. طيب هاو تو ريستور بقى الميديال اوفست، يا اما موديفيكيشن للسيرجيكال تكنيك، يا اما ان انت تستخدم حاجه جاهزه ستيم ديزاين بانهانسد اوفست، او تستخدم ستيمز برضو لموديولر نيك، ودي كانت موجوده في مصر بس حاليا لا، او تستخدم اللارج هيد سايز او النيو هيد ديزاينز فاريبل اوفست او الاستابلر اوفست. ناخد حاجه حاجه، مثلا للعيانين اللي انا عايز ازود لهم الاوفست، وقلنا اللي هم خصوصا عيانين الفارس اللي هم طول عمره في فارس، او النك بتاعته نورمالي ان هي مثلا 125 وده النورمال اناتومي او ده. فاحنا لو احنا عايزين نزود الاوفست قعدنا نزود بالنك، قلنا هنزود اللينس. طيب انا اعمل ايه؟ انا اكل عظم كتير وهعوض بالنك، يبقى انا كاني اثرت العيان وعوضته باللينث اوف ذا نيك، بس استفدت كل ما زودت النيك لينس ده كل ما خدت اوفست زياده. ما هو انا كل ما اطلع من شورت الميديوم للونج نيك انا بزود الاوفست وبزود اللينس. لو انا مش واخد بون زياده يبقى العين ده هيطلع اطول، وبالتالي ارجع تاني اروح اعمل ايه؟ اروح واخد من العظم زياده اقلل، علشان لما احط لونج نيك يبقى انا عوضت العظم والعيان ما حصلوش لينثنج. الحل ده اللي بنسميه الحل اللي انت بتستخدمه حل البلدي شويه، لو انت ما عندكش الحاجات اللي تحل لك المشكله بتاعه الاوفست في حالات الفارس، يبقى تعمل لور نيك اوستيوتومي وتستخدم لونجر نيك كومبوننت، يبقى انت شلت عظم وعوضته باللينث اوف ذا نيك، يبقى هو زود لك الاوفست وزود لك اللينس، بس اللينس ما زادش علشان انت كنت كريم في شيل العظم. عيبه ايه؟ ان انت شلت عظم كتير، ان انت لما تستخدم اكسترا لونج نيك ده بسكيرت، واحنا عارفين مشاكل السكيرت انها ممكن تعمل امبنجمنت وتقلل الرينج وممكن ديسلوكيشن كمان. تاني حاجة ان انت ممكن تفاجأ ان انت ما عندكش طول النيك اللي يديك ستابيليتي في قلب العملية، في شركات يبقى عندها ثلاث اطوال بس اربعة او خمس اطوال، فانت لازم تعمل حسابك من الاول، وبالتالي ده احد الحلول ان انت ممكن تشيل عظم زيادة وتطول النيك فتحسن الاوفست من غير ما تطول العيان. طبعا العكس تماما لو العيان ده طول عمره انفالجس، في عيانين طول عمرهم انفالجس وبالتالي العيان ده اساسا عنده سمول اوفست، عكس في عكس الفارس اللي هو عنده لارج اوفست، فده تبقى ان تاخد نيك قليله وتركب شورت نيك، هناك هناخد عظم كتير ونركب لونج نيك، العكس تماما في الفالكس. ده صوره مثلا ازاي انت خدت اهوت نيك طويله كات كبيره فوق الليسر تروكانتر بالظبط، واستخدمت الستيم ده، فانت زودت الاوفست تماما، بقيت ميديا عملت جريت جوب لللاتراليزيشن اوف ذا فيمر، بقيت 57 حتى ان كومباراتيف للناحيه الثانيه اللي هو 52، وده باين لك التكنيك بتاع الاكسترا بون كاتس وريبليسمنت باي اكسترا، ودي مركب سكيرت بس معانا عيوب السكيرت. طيب اوفست ستيم ديزاينز، ان انت يكون هو الشركه عندها اوفست ستيم. يعني ايه اوفست ستيم؟ يعني الستيم النك بتاعت الستيم طالعه مور ميديال من الستيم، يعني شايفين الفرق ده؟ ده ادي النك طالعه من هنا وادي النك طالعه مور ميديالايز من الستيم. لما انا اعمل الاكسس بتاع الستيم اللي هو الديستال بارت زي ما اتفقنا بتاع الستيم هنا وهنا، واعمل ما بين السنتر بتاع الهيد دي والسنتر، الاقي الاوفست ده كبير جدا ان كومباريتيف للستيم العادي، بدل الستاندر ستيم وده الاوفست ستيم. لو اقدر استخدم الاوفست ستيم لو انا محتاج عيان مثلا سي دي اتش او حاجه، يبقى ده بالنسبه لي هيبقى بيرفكت، لان هيزود لي الاوفست ستيم. وده ادي حاله احنا عاملين لها بايلاترال هيب، واحده بستيم ستاندرد وواحده
واحدة بستيم هاي اوفست هتلاقي هنا الاوفست اتحسن كتير وهنا ان كومباريتيف ده، برغم ان اللينس لو احنا شفنا هنلاقي الخطين بارلل بتوع التير دروب وبتوع الليثر تروكانتر مفيش فرق في اللينس ما بين الاثنين عيانين. بعد كده في انواع من الستيم بتبقى ليس نيك شافت انجل يعني انفارس. العيان ده لما انا هحطه هو انفارس ده هيروح مور ميديالايز، لانه فارس زي ما احنا اتفقنا كل ما هتروح فالجس كل ما الاوفست يقل، كل ما تبقى انفارس يبقى الاوفست هيزيد. طيب ده مشكلته حاجتين، ان انت اللي هو اللي انت انفارس ده هيعمل لك شورتنينج للعيان، لانه نزل لك الفيرتيكال اوفست هو حسن لك الميديال اوفست انما نزله لك لتحت فعمل لك شورتنينج. وتاني حاجه هيعمل لك ستريسز عاليه على الكومبوننت، فلو مش ماتيريال كويسه ممكن يحصل فراكشر للستم. طب اعمل ايه علشان احسن موضوع الفيرتيكال والعيان ما يقصرش برغم ان هو حسين للميديال اوفست؟ استخدم سايز اكبر واخليه براود مور براود واخليه طالع لفوق، يبقى انا كده طلعت بيه فوق، يبقى انا استفدت منه كفارس ان هو عامل لي ميديال اوفست، وكمان افويد المشكله. ده تكنيكال تيب ان انت تستخدمها في هذه الحالات وتخليه مور براود وطالع، فبالتالي انت حسنت كمان ايه الفيرتيكال بتاعه مع الهوريزونتال اللي هو موجود. مودولار ستيم دي مفاصل مش موجوده عندنا في مصر، اللي هو الجزء الميتافيزيا غير الجزء الفيزي، بيخش يركب السليف ديت وتخش تبقى بريس فات في الجزء البروكسيمال بتاع الفيمر، وبعد كده تركب الجزء ده جواه، وده تقدر تغير منه بقى تقول له انا عايز الميديال اوفست اكتر، عايز الروتيشن اكتر، الفيرجن. ده حاجات المودولار ستيم، ودي برضو بداوا يستخدموها في حالات الدي دي اتش. تاني حاجه اللي هو بقى لا ده ستيم والنك هي اللي مختلفه، النك هي اللي بتتحكم في كل حاجه، وده كان موجود في مصر لحد وقت قريب. ده انت بتأجست تقول له انا عايز نك بفيرجن انتيريور انتيريور فيرجن او ريترو فيرجن، او ان انا عايزه بميديال اوفست بس، يعني بيتغير في الميديال بس من غير ما يغير اللينس او بيغير اللينس. هنشوف الفرق ده، تبقى عندك الاوبشنز كلها. هل انت عايز يعني شايفين ادي القصه بتاعته، هو عاملين ديزاين في النك بحيث ان احنا هو ده النك دي بتتغير بتحسن لك الاوفست ان ميديال دايركشن، بس ما بتغيرلكش الفيرتيكال خالص، يعني تفضل تحسن الاوفست بتاعك لحد ما تحصل على تنشن في الابداكتور كويسه جدا واستابيليتي كويسه جدا والعيان ده ما طولش خالص. يبقى انت استفدت هنا ان انت غيرت الاوفست، وده حاجه بقى لذيذه جدا، ركبت السم بتاعك والنك بتركب عليها مور ستيبل زي ما بتركب الهيد على النك كده. فدي طبعا مع عيوب بقى الموديولاريتي، ان ممكن يحصل مشكله كوروجن هنا ما بين الجزء النك وجزء الستام، وخصوصا لو انت السايز بتاع لو انت مركب لونج على لونج. هنا في الجزء ده يعمل لك تغيير في الفيرتيكال من غير ما يعمل لك تغيير في الاوفست. لو انا عايز العيان ده لو اوفست او عايزه على الاوفست النورمال بتاعه، اقدر اغير في الفيرتيكال بس وما اغيرش في الهوريزونتال. فدي كانت من الاوبشنز الكويسه جدا والهائله اللي كانت موجوده. زي ما قلنا كل ما هتكبر اللارج هيد كل ما الهيد دي هتبقى مور لاترالايزد، فهتحسن لك الاوفست، بتزود الفيمرال اوفست وبتزود كمان الهيب لينس مور ديستال ستيم انسرشن تو كنترول الهيب لينس عشان ما يطولش العيان. يعني دايما الستيم في لارج هيد ما تخليهوش بروترود عشان ما يطولش العيان زياده، لان السنتر اوف ذا هيب بقى مور لاترالايزد اكتر. اخترعوا حاجه ثانيه ان انت الهيد نفسها تبقى المور ستيبل اللي هتخش على النك تبقى اكسنتريك، ما تبقاش في نص الهيد. يعني انت متخيل مثلا هتديك زي شبه لما يكون عندك فراكشر نيك فيمر والنك تقع في فارس، يبقى هنا انت مركب النك في الجزء بتاع الهيد من سوبيريو، تركبها من هنا كده وتخلي كان النك كان الهيد وقع جوه الاستابلم كانها فراكشر، يبقى ده انت عاملها في فارس. ما تعملها في فارس معناها ان انت زودت الميديال اوفست. لما تخليها في فالجاس زي الامباكتد فالجاس نيك فيمر، يبقى هتركبها ان اكسنتريك بحيث تبقى فالجاس تقلل لك الاوفست. ودي برضو الاوبشن ده يمكن مش مهم. احيانا ممكن تزود الاستابلر اوفست، ان انت بدل ما تستخدم كان ده اوبشن، ده برضو موجود في بعض الحالات، ان انت الجزء البلاستيك بتاع الاستابلر ده بدل ما تستخدمه بسيكنس معين زي كده، لا هتستخدمه بسيكنس اكبر، فيبتدي يعمل لك لاتراليزيشن لكل الجزء بتاع الفيمر، يبقى انت زودت برضو الاستابلر اوفست، لان انت هتبقى حاسب هنا من التير دروب للسنتر اوف ذا هيب، يبقى الجزء بتاع الاستابلر اوفست زاد
وإندايركت تزود لك التنشن بتاع الأبدكتورز وبالتالي برضو حسن لك الأوفست من ناحية الأستابل. يبقى احنا إن كونكلوجن كده في فاكتورز كتير جدا بتأثر لك على الأوفست. الكاب بوزيشن زي ما انت زي ما احنا اتفقنا ان انت لو انت لاترالايز في حالات البروتروزيو فانت كده بتحسن الاوفست بتاعك، او في حالات الدي دي اتش انت محتاج تومدياليز الكاب سايز، السنتر اوف روتيشن بتاعك هل هو فوق او تحت، كل ما هتبقى هاي هيب سنتر او كام ده هيقلل لك الاوفست، كل ما تكون في السنتر اوف روتيشن المظبوط ده هيحسن لك الاوفست. الفيمرال هيد سايز مع اللارج سايز بيحسن لك الاوفست. الستيم سايز زي ما احنا قلنا احنا ممكن نخدع شويه ونركب فيمرال ستيم اكبر ويبقى براود، فبالتالي نعليه يزود لك اللينس، وفي نفس الوقت هيحسن لك الاوفست في الحالات الستيم اللي هي بفارس انجل. النيك لينس الستيم فيرجن بتاعك زي ما احنا قلنا الانتي فيرجن والريترو فيرجن ده اندايركت اللي بيأثر على الليفر ارم بتاع الابدكتور، لو انت زودت الفيرجن ده بيقلل لك الليفر ارم بتاع الابدكتور. ستيم بوزيشن لو انت حطه في فالجس او تحطه في فارس، يعني استخدمت ستيم صغير عن المضله وتحط منك في فارس او في فالجس، برضو النيك بتاعته يا اما هتخش في فارس او فالجس، ولو فارس يبقى زود لك الاوفست ولو فالجس يبقى قلل لك الاوفست. يبقى في فاكتور كتيره جدا بتتحكم في الميديال اوفست بتاعتنا. طب هل ده الحاجات دي مهم؟ اه طبعا. درسوا بقى القصه دي كلها، يعني مثلا ده قسموا العينين ثلاثه جروبس، ديكريزد الاوفست اقل من 5 مللي ونورمال اوفست وانكريز الاوفست اكتر من 5. لقوا ان كل الانكريز الاوفست ده الجوينت فانكشن ريكفري والبين ريليف احسن، وانما اللي هم ديكريز الاوفست الجوينت فانكشن ديتيريوريشن والبين اجريفيشن. دي يمكن اخر حاجه عندي في المحاضره، دي حاجه دراسه اتنشرت في ابريل 2020 زي ساينتفك ريفيو كده في ذا نيتشر، ما بين العيانين اللي هو restoration of the leg length والoffset correlates مع trochanteric pain. العيانين اللي بيبقى عندهم دايما lateral trochanteric pain في total hip replacement، ولقوا ان كل العيانين اللي عندهم pain دول كان عندهم مشكلة في ال combined restoration of the femoral and acetabular offset او في leg length ال combined، ولقوا ان هم دول بيبقوا في حدود ال 11 ملي مختلفين عن الاذر سايد لو انت ديسكريبنسي اكتر. هم طبعا اختاروا ان هم يعملوا عيانين يكونوا الناحيه الثانيه نورمال علشان يقدروا يقارنوا ما بينهم، يكون عنده يونيلاترال ديزيز. فلقوا كل ما كان في ديسكريبنسي في الاوفست واللينس ما بين الناحيه اللي اتعملت والناحيه الثانيه في حدود ال 11، دول بيبقوا عندهم دايما اللي هو التروكانتريك بين سندروم. وكل ما يكون الديسكريبنسي ده اقل من 5 سواء في اللينس او في الاوفست، دايما بيبقى البين اقل والفانكشن بتاعت العينين اقل ومن غير تروكانتريك سيمتومز. ودي مفيش من شهرين اللي هي ابريل 2020. تيك هوم مسج ريستوريشن اوف ذا اوفست ده مهم جدا في 60% من الحالات، ما بنهتمش بيه كتير الحقيقه، ما عندناش الافيلابيليتي قوي او الماركت اللي فيه، بعض الشركات عندها الحقيقه. البايوميكانيكال افكت بتاع الريستوريشن والنون ريستوريشن احنا شرحناه. الهيب اوفست ممكن يرستورد بالسيرجيكال تكنيك او السبيشال ميدولار ديزاين سواء في الهيد او في النك او في الستيم اتسلف. الفيمرال اوفست ريستوريشن بيمبروف البوست اوبريتيف فانكشن وبيقلل التروكانتريك بين سندروم. Thank you. أنا كده خلصت المحاضرة وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا أخونا الحبيب وأستاذنا الفاضل أستاذ دكتور وائل بي سمير على التوك الجميل ده اللي وضح حاجات كتير قوي بصراحة. يعني هو موضوع انترستنج جدا دكتور وائل بي، وكان محتاج يعني سبوت لايت عليه كده يا فندم. الله يخليك يا باشا، ربنا يكرمك. متشكرين يا سعادة الباشا، شاكرين الأفضل. وإحنا we are ready for questions to Professor وائل سمير. Any questions؟ Any questions؟ وبصراحة المحاضرة يا فندم كانت very illustrative يعني لدرجة ان هي يعني ما اعتقدش ان ما فيهاش حاجة واضحة يا دكتور وائل. الله يخليك يا دكتور محمد. الله يخليك سعادة الباشا. خلاص الدكتور احمد يبتدي، ولو في اي اسئلة بعدين انا موجود. اوكي يا فندم، اوكي يا فندم، شكرا دكتور وائل بيه. هنبدأ بيه.